ضيف هذه الحلقة ضيف بلا عنوان. ضيف الحلقة طماع، إلا ما قلتيش ليه ألو فينك ما يجيش عندك. ضيف اليوم حاتم عمار. أنا فرحان والله العظيم. شنو أصعب حاجة دوز حاتم عمار فيها؟ كنا أول مرة غادي نقولها في شي منبر، الصعوبة ديالي هو أنني فقدت الوالدة ديالي وأنا عندي 4 سنين. طلاميق في الموسيقى المغربية. بحال دابا أنا بالنسبة لي الأغنية الفري اللي هي مغربية مع احترامي للرواد هي شقارة. هي حسين السلاوي. شحال هذه كانت الإذاعة هي اللي كتسمع صوتك وما كتخسر حتى ريال، كتجيبك كتغني كتصور لك كليب كتدوزك في التلفازة كتدوزك في الراديوات. انت كتمشي زيرو درهم محط. لعبوا بالروح لعبوا بالقلب. المنتخب لاعب استاذه واش تسطيتو واش نتوما باقين كتامنوا بالتقواس؟ ولد بلادك ياك مشيتي لواحد البلاد اخرى كتضحك على ولد بلادك مع ناس اخرين في قطر. حاتم عاوتاني كان في كاع الماتشات وكانوا غيديو كاس العالم وتا واحد ما قالوا حقيقه وراه كان هادي ما تقالش، يعني حنا كنقولوا غير الخيبه. هادشي اللي ضرني كتكون هيني. علاش مشينا لفرنسا دخلنا للوتيل وضروري من رفقاء السوء مع الفجر عيطوا لي الدراري كيدقوا عليا في لاشامب تيقول لي حاتم غادي نحرقوا. يا لحظات الياس. منين رجعت من تما هزني الواد من المطار قال لي يلا ندوزك راه كاين واحد الكاستينغ ديال ستوديو دوزام. قلت لي ما كاين لا ستوديو دوزام لا والو صافي. كون ما كانش مغني كان غيكون كويري. ديك الساعه كنت كنلعب في اولمبيك البيضاوي كنشد جوج طوبيسات من الحي ومن بعد منين ندمجوا مع فريق الرجاء مشيت نلعب في الوداد. الدومين صعيب خاصك تكون تايق في راسك خاصك تامن الموهبه ديالك وتقول ماشي فشلتي لونتوراج اللي معاك اصلا البرنامج اللي كنتي فيه ما نجحش باش تنجح انت. صنعت راسي براسي ما في التاريخ ديالي الفني اللي هو واحد 19 عام دابا حتى شي واحد منتج ليا شي اغنيه كلهم درتهم راسي بكليباتهم كلشي. حيت درتي واحد سطاتي على سيف وزي القجاع. كان بزاف ديال الناس كيتهموك تيقول لك راه حاتم عمار تينقل من بزاف ديال لي ستار. يا حسرة علينا يا حسرة كنا حبايب واش نزرة. تيست تيست مايكروفون اوف اون. كنسلموا على كاع المغاربه في كاع لي زون اللي كيسمعوا لينا في الراديو ديال الدار ديال الطوموبيل ديال التليفون. حلقه جديده في ستو. حلقة جديدة مع ضيف جديد بانرجي وفيلين جديد غنشدو مع ستون. ضيف ديال الحلقة اليوم فنان مغربي ولد الحي المحمدي. سويت عنده بدا في الدومين باقي صغير ولكن تدابا باقي صغير. ياك مستيلي الحطة عنده دونجي حتى السيل الموسيقي ديالو بوحدو اونيك داكشي دري مكونيكتي اين كما كنقولوا ولد الوقت. عرفتي راه دار كونت ديال انستغرام قبل ما يتحل انستغرام شي سيمانه عنده داكشي قديم. عنده تقريبا 3 ديال المليون ديال المتابعين في يوتيوب. 2,700,000 برافو. عنده مليار ديال المشاهده 800 و انت راه مديرو باغي تكذبي و 831,000,000 سميتها تما والزياده من راس الحمق. ايه هاد الحمقه واخا من هادشي كامل هذا فنان حنا كنفتخروا به مغاربه حيتاش هو اول فنان عربي خدم مع بزاف ديال لي زارتيست عالميين معروفين. عزيزه عليه كره اخر مره غنى على المنتخب كانت مورا كاس العالم في الجين الرابعين. شكرا الرابعين. هي كانت هي اخر اغنيه ديالو. ضيف اليوم حاتم عمار. با حاتم انا فرحان والله العظيم. والله حنا اللي فرحانين اخويا. حوليا لا اجلت شحال من مره باش نجي راني غير راك هذه كانت تدوز في ديال القعده. لا شوف انت حاولتي زعما ليلى هاي الله الناس غيعرفوا علاش بصح ان شاء الله ولكن هذا راه احسن لقاء هو في الشهر الفاضل. الناس كتبغي مورا صلاه العشاء تشوف ستون ستون. بحاتيم كيفاش الطقوس ديال رمضان عندك الروتين الرمضاني ديالك؟ بحالي بحالك بحال كاع المغاربه والعرب الصلاه والدين والكوره وصله الرحيم. اللي يقدر يدير شي حاجه فيها الخير خصو يديرها. كتفيق بكري؟ لا شوية. لا ماشي بزاف لا كنسهر وكنفيق بالك 12 بحال هكاك. مزيانه مزيانه مزيانه. هي الشهيوه المفضله عندك في رمضان؟ الشهيوه المفضله عندي
ملي دابا بديت كنحاول نبدل ستيل لان هذاك الشيء اللي عزيز عليا ما يخرجني في والو في الرشه غادي نولي عاوتاني غادي نغلاضو عز عليا البغرير بالعسل واتاي هذا هو لامور ديالي في الطبله ولكن دابا خصنا نحاولوا نقصوا شويه بصح كيضروا مزيان واحسن لا واش يغلط فهمتي كيدير الحناك ولكن بنين ماشي بنين راه الموت شكون كدير اخويا من 12 حتى للمغرب ناس ارتاح تكا لا 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 واخا كتفيق مع 12 راه كتبقى مرتاح وكتبقى مكونيكتي وكتشوف شنو الخدمه اللي خصك دير كتجي الخمسه كديباني في شي ماتش ولا عنده الظهر يصلي عنده العصر تمالك انت كتبقى نعس فهمتكم انت من صحاب الكونسيب ديال حقاي الا فقتي حتى لورا الدار ما ديش لك الصيام لا فهمتك لا فهمتك بس تعيش رمضان انت ما حش ما كتفقش مع الظهر زعما نعرفوا هاشم عمور قبل ما يكون مشهور مزيانه ليري فهمتي نعرفوا هاشم عمور قبل ما يكون مشهور ورجعوا معاك للطفوله ديالك كيفاش كانت طفولتك الطفوله ديالي كما يعني ولاد الحي محمدي كيسالي كتخرج مع السته كتجي كتجري من المدرسه باش تشد الكابتن ماجد كيسالي الكابتن ماجد الا عندك شي حفاظه راه كديرها ما كايناش كتخرج تلعب ماتش تلعب ماسة ولا تلعب كورة ثلاثة ثلاثة في الدرب كنتي كتجرب دوك التكنيك تاع كابتن ماجد ولا بسام لا هو ما كاين عندك ساعة ما كاينش لي ديك ضربة النمر لا 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 والو داكشي غير باين كارتون ولكن راه كنا كنلعبوا راه ولاد الحي الدراري الصغار اللي كبروا دابا راه توب ديال الكويريا هادشي ما سمو بحال واش باقا كتلعب دابا والله ما عرفتش حتى الكره في الدروبه نقارض شويه ما بقاش مابقاش دوك الماتشات ديال الخطوه قالت لي مدي ثلاثه ثلاثه كتلعبوا خطوه حتى هو داكشي ما بقاش مريم عرفتي شنو هي ماسه ماسه انت مريم تزاد قبل ما تختار الكره ملي كانوا كيلعبوا بالخيش شنو هي ماسه شنو هي ماسه في الكره هي لا قاست الكره كتخسر لا لا هي ضربه واحده تكذب عنا اوكي ضربة واحدة تتماركي انت وصاحبك 1 2 1 2 كيفاش كانت شخصية حاتم هو صغير مشاغب زعما كان باش مشاغب فوجي ولكن كيرانا مشاغب ولكن رانا مشاغب من الداخل كنت كندير بزاف الحوايج الشغب اللي هو تعلمناه من الدرب ولكن عاوننا بزاف الشغب راه كيتحول ملي كتكبر كتولي عارف شنو غيوقع تحراميات كما كيقولوا باش تستفادها منين تكبر وتعلم لولادك شنو خصو ما كرهناش ولادنا حتى هما يتحربنوا شويه باش باش ما يوقع لهمش بزاف الحوايج خايبين داكشي اثر شويه على شخصيتك فاش كبرتي بيان سور كتولي شخصيه قويه تبدل فوالا شخصيه قويه ولكن الاحترام هو الاول تربينا على اسس مزيانه ديال الولد المغربي الاصيل ما تحقرش الناس احترم اللي كبر منك ما تردش الهضره حيت كلينا العصا في الصغر هذا الشيء كامل تحيد منا مني كتمشي للحي دابا مره مره الدرب ديالكم بيان سور كنمشي دائما الوالد باقي ساكن تما النوستالجيا فاش كدوز كتفكرها وكتضحك شنو هي ديك النوستالجيا اللي كطرا لك في الدرب شنو كنتفكر في الدرب وكنضحك بالعكس ما كتفكر شي حوايج كيضحكوا ولكن كنتفكر شي حوايج اللي ما لا ما كرهتش نرجع ليهم زعما نرجع بينا الدنيا ونرجعوا صغار ونعاودوا من الاول والصحاب ما بقاوش ولا الدرب السكان تبدلوا في ديك البلاصه ولا جيل اخر دونك ما كتفكرش على كتضحك وانما كتفكر شي حاجه اللي افتقدنا كيرجع لك الحنين فاش كتمشي للحومه كتفكر الصغر وداكشي ما بقاش كتشوف 80% ديال زعما العيالات اللي كنتي كتسخر لهم الفران مشاو مساكن ماتوا اللي سولتي عليها كيقول لك الله يرحمها ولا الله يرحمه هذا الشيء هو اللي كيأثر فينا وكنقولوا تحيه لولاد الدرب حكام جوج بالضبط تحيه لك شنو اللي كان صعيب في طفولتك حاتم عمور وانت كان صعيب في طفولتك وحاولتي ملي وليتي اب ما توصلوش لوليداتك يمكن اول مره غادي نقولها في شي منبر الصعوبه ديالي هو انني فقدت الوالده ديالي وانا عندي 4 سنين ملي كانت عندي 4 سنين الوالد ما بغاش يخليني انا والاخت ديالي وتزوج وكنا كنقولوا زعما ان مرات الاب غتكون صعيبه بالعكس هي اجمل ذكرى في حياتي هي مرات الوالد سعيده الله يرحمها ربتنا احسن تربيه هذا الشيء اللي ما كيعرفوش الناس هو انني الاج دو 4 اون مشات لي الوالده وربتني مرات الوالد احسن تربيه وكتخاف عليا فوالا هادشي اللي كاين واو الله يرحمهم بجوج امين يا رب الوسط العائلي حاتم اللي كبرتي فيه شحال كنتو ديال الخوت
انا هو الوحيد اللي ولد في الدار. حنا ثلاثه قلت لك حنا ثلاثه البنات. هما ثلاثه البنات وولي دري ثلاثه البنات وولد اللي هو انا. وراهم باقين دائما معلمات، وكاين شي وحده في السطات وحده في الناظور، وكاينه اختي حتى هي ساره كاينه في الكازا بلانكا اللي كنوجه لهم تحيه ساره وشيماء ونجلاء. تحيه لهم. تحيه لهم. كيفاش كنتوا عايشين مع لا حاتم؟ كيفاش كان عايش اونطوري زعما؟ انا هو الولد ديال الدار. انا كما كيقولوا دوك انا كبرت في السداري تاع انا، ماشي زعما جاي من الفضاء بحالنا. بيان سور بحالي انا وياك السكري الا داري. وانا كان مع حيت ولد كنبات في الصالون السداري ديال زعما في العيال كبير. الغرور هذا هو الحي محمدي. كنتي كتعامل واقيلا كما قالت مريم معامله خاصه وسط الاسره حتى هو الدري. كانت يعني كنقول لها الوالده كانت معاملاني كان في واحد شويه التميز كاين كان الاول ولد الف شوش. ماديا كنتو عادي مستقرين مخصوصين؟ الوالد ديالي انا كان خدام في شومان دو فير في سكك الحديديه. موظف بسيط تقاتل علينا باش نكبروا والحمد لله. اليوم راه فخور بيه. الحمد لله كاينه نتيجه. عنده شويه على المسار الدراسي ديالك. فين وصل حاتم في الدراسه؟ شنو قرا حاتم؟ يعني ما قريتش بزاف يعني نيفو باك ودرت التكوين المهني ميكانيك دونتروتيان. ضربت واحد العامين في داك الشيء ما بان ليش فيه. عامين ديال القرايه ولا خدم ولا ديال الميكانيك؟ لا غير في التكوين المهني. من بعد الشخصيه ديالي كتميل داك الساعه كنت كنلعب في اولمبيك البيضاوي. الحليب. كنت كنشد جوج طوبيسات من الحي، ومن بعد منين ندمجوا مع فريق الرجاء مشيت نلعب في الوداد اون باراليل التكوين. دونك درت بديت كي زعما ما كملتش في الكوره يعني. صعبت عليا. وكانت عندهم مدرسه الحليب اولمبيك طبعا كاينه في تيسيما. مدرسه منين تشاركوا ما بقاتش ديك المدرسه ولا كلشي هبط للوازيس. بصح ديك القضيه طرات حيت معنا واحد الدري خدام معنا هو كان كيلعب في الحليب وقال لك باللي ملي تشاركوا جوج مدارس بزاف ديال المواهب ضاعت هذيك الوقيته. بالضبط كان واحد في الاداره القضيه ما بقاتش. كان واحد التكوين في الحليب كان بروفيسيونيل كان تدريب، ولكن منين تشاركوا كما قلتي تبعت كثر عليهم بنادم. بالضبط. وهبط كل شيء للوازيس والناس اللي ساكنين في الحي ولا في سباتة ولا ذاك الشيء الوازيس صعيب باش توصل ليها بطوبيس واحد. والمادية ترك عارف خصك جوج طوبيسات. وانا كنت كنمشي بالبيكالا ديالي من الحي حتى الوازيس. يعني ملي كتحط البيكالا كتدخل كيضحكوا عليك في التيران لان ركابيك من الحي الوازيس راه لعب شي جوج ماتشات ولا ثلاثة. دونك ضعف الامكانيات ما خلانيش نكمل في الكرة حيت بعيدة الوازيس. وعلاش اختاريتي الحليب وما اختاريتيش الطاس؟ لا الحليب كان ديك الساعه طاسه هي فرقه كبيره. ما عندهمش تيرانات عندهم يعني، ولكن اولمبيك البيضاوي ديك الساعه كانوا ابطال العرب تروا فوا كانوا ابطال المغرب. كان عندهم تيرانات واعرين تيسيما. ما كنسمعوا البلاصه فين كاينه تيسيما زعما السالميه ولا سباته. ما عندهاش يعني التيرانات اللي كانوا فيها بحال كتقول دابا الوداد ولا الرجاء يعني من ذاك الوقت هو تري تري شيك. داكور. والديبلوم اللي خديتي انت حاتم خدمتي به شويه ولا؟ لا 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 انا من قبل ما زعما نفكر من الخدم كنت باغي نمشي في هذا الدومين، ولكن تلاقيت مع واحد صاحبي كان الله يذكره بخير نبيل الزعيم. ديك الساعه كنت كنعزف شويه ديال الاورغ وتلاقيت انا وياه وبديت كان زعما كيعلمني هو باش كيفاش نعزف الاورغ وداك الشيء. واحد شويه وقول لي شوف راه صوتك مزيان حيت هو ملي كيعزف كنبقى نتمرن انا وياه في الدار وكنبقى نغني. يا صاحبي انت اش بغيتي بشي اورغ؟ راك مغني واعر. قلت لي اش من مغني علمني ولا سير بحالك. صحابو كيضحك عليا. صافي ويجي واحد الكوامان جي صاحبو خالد حتى هو كان نوجه لي تحيه ويقول لي حباس غدا عندنا واحد الحفله غتمشي معنا. قلت لي واش انت ديك الساعه كتحافظ على شي اغنيات ديال وائل جسار؟ مشيت غنيتهم الناس كتصفق الناس فرحانه وانا نحبس هذا الشيء كامل ديال التكوين وانا نبدا نفرح الناس. تما زعما بداو كيبانوا لي الطرقان باش نخدم الافراح عيد ميلادات اي حاجه ونبدا نطور في راسي كنحفظ. وهنا ما بغيتش نكمل انا ولا كيبان لي طموح اكبر انني نولي نجم. صافي بديت كنشارك في البرامج شارك ديك الساعه في النجوم ونجوم. يعني مستحيل
نربح حد اللي كانوا حدايا مشاركين غير الاباطره حافظين عندهم شي 80 ديسك في راسهم كيجبدوا من الخابيه ويغني بالضبط. انا حافظ جوج دياسك حافظ جوج دياسك وباغي نربح لا يمكن ولكن مع كان ستيل خصك تكون حافظ بزاف ياك مادام غادي يديروا لك كاستينغ راه خاص ملي يقول لك قلب الاغنيه خصك تكون واجد. انا حافظ جوج ديك الساعه كان حافظ عتيق بن الشقر الله يذكره بخير هو اول واحد عاونني في المسار الفني ديالي واللي وجهني وقال لي واخا حافظ غير جوج راه عندك طاقه زوينه سير حفظ. دزت في الكاستينغ في الحي محمدي تفاجأت انهم عيطوا لي البلاطو ديال دوزام تما جيت بريباري شويه تما حفظتي شي ديسك اخر زدت واحد ثلاثه اخرين تصرت بديت كنجتهد صافي ولا نجي زيت التروازيام منين جيت التروازيام في لاطيلي والعائله شافوني وبدات القضيه بداو عريسات كيكثروا وانا دابا تقريبا الافاق اللي حلك هذا البرنامج هما العراس ماشي فكرتيش تقول لا ماشي هو العراس هما اللي عطوني الفرصه باش نقدر نشوف نسمع صوتي واش مزيان في لي باف ولكن اللي حدود اللحظه ما فكرتيش تقول أن ما كانش عندك نهائيا ندير الاغنيه ولا تيقولوا لي هذوك اللي صحابي تيقولوا لي بعد من الاورغ وغني غنيت في واحد المناسبة أو جوج الناس فرحانين وتيقول لي تبارك الله عليك صوتكم مزال وبديت كنت فيه خلاص من بكري وحدي أنا معرف تحبيب ولا خيانة عايش لانوي داتني ما كاين فلانة ولا فلان وراح لمان يوصي لافي داتني والله ما هو سهل والله ما هو سهل عرفتيني اليوم وبغيتي غدوة أنا نتبدل والله ما هو سهل والله ما هو سهل وهيا هيا يا نويا نويا نا وحداني فرحانا وحداني وفرحانا من مورا نجوم ونجوم غادي تشاركتها في كاستينغ ستار مورا نجوم ونجوم شاركت في كاستينغ ستار في 2003 كان فهموا واش داك كونسيبت كتطلعوا وكنتا كاستينغ ستار وكتمشي لا وكانوا كيغنيو غير هو لا كتغني ولكن كان الامكانيات ضعيفه ماشي كان الامكانيات بسيطه كنا صغار باقي ولكن الا جيتي انا ماشي كندافع عليه الا جيتي ترجع لذاك الوقت 2003 في العالم العربي كامل ما كان حتى شي برنامج لا ستار اكاديمي لا عرب ايضا كان هو الاول ولكن واحد محاوله راه كانت هي الاولى المغرب ولا الاول فيه كان شي حوايج كيضحكوا كانوا شي حاجات زوينين مي استطاعوا انهم بدايتي كانت في ذاك البرنامج البسيط فوالا غير انا السؤال ديالي باش ما تقلقوش عليا المنتجين ديالو اشنو كانت انكو شنو كان هو فاش كيطلع شي متسابق كيقولوا لك انت كاستينغ ستار ما كنعرفوش الاول الثاني الثالث ولا يمكن انا ما تبعتش البرنامج الاول كانوا كيقولوا لك انت كاستينغ ستار بحال كيعطوك واحد الباس باس باش تدوز يعني ثاني كدوز لي برايم زعما داك لا سواري عاد ديك الساعه ما يبقاوش يقولوا لك زعما انت ربحتي انت تربحتي دونك وجيتي كنتي مع الاول انا ربحت مع لي 5 اللي مشاو لباريس وكان واعدين اللي ربح غادي يمشي لباريس ديك الساعه نطلق رباله كل شيء ديك الساعه باريس فيها رونالدينيو فوالا ربحنا اللي ما كيعرفوش الناس هو اننا كنا خمسه وسمونا جروب بلاد وغنمشيو لباريس باش يشوفونا لي بروديكتور الكبار ما ربنا يعجبوهم ونوليو دي غروند ستار في العالم ما عليناش معروفين هذوك الخمسه كان معايا يونس بوشاطو وكانت واربعه الاخرين ما تشهروش امينه وحمد من سيدي قاسم وواحد البنت من طنجة على ما أعتقد ما عقلت سميتها معليش مشينا لفرنسا دخلنا اللوتيل على أساس درنا داك الشوكيز حدا اللي ستاق وداك الشيء وشاف شافونا جاب مامي كذا مع الفجر عيطوا لي الدراري كيدقوا عليا في لاشومب تيقول لي عتيم ما غاديش غادي نحرقوا لان ديك الساعه بنادم يلاه بادي كتبان لي الفرصه غلط قالوا لي شوف الا بغيتي نتايا يلاه معانا حتى البنات حتى هما مشاو مع
طق وقالوا لي غادي نمشي، وقلت لهم انا سمحوا لي ما نقدرش نمشي. عيطت للبروديكتور قلت له اعطيني الباسبوري راه بغيت نرجع. قال لي على فين هما الاخرين؟ قلت له قلب عليهم راه بقى سوا لا بلان وي ويا زورو حرك باقي هادو ماشي هي 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 كل واحد حر ف ولكن ما زويناش بالنسبه لعندك موهبه تقدر تقدر تنجح في بلادك عاد باش غتسافر على خاطرك. دابا دابا راه قلتي واحد القضيه اللي هما ما كيتلاموش بالدرجه ما اكبر حيت قلتي راه الله كانت اول تجربه في العالم العربي بالضبط، وكانت ما شفناش شي طموحات كبر أيه. في العالم هذا كان جديد. مشيتي حطيتي رجلك في فرنسا راه واقيلا ما عجبناهمش البارح في داكشي اللي درنا غنرجعوا ثاني للدرب بصح لافينير كان مضبب ما كاينش والو. انا عيطت للبروديكتور قلت لي والو غتعطيني باسبوري غادي نرجع على ما صافي بزز كره البروديكتور عطاك باسبور وحرقتها. لا لا البروديكتور عايشين تما بالعكس ما بغاش يعطيني. قال لي لا خصك تقول لنا فينا هما وحنا راه درنا الفيزا انه ما خصش حتى واحد يمشي يحرق ولا شي حاجه. بقيت وصلت تاخذ الباسبور ورجعت والحمد لله. اللي بغيت نوصل هو ان امنت بالموهبه ديالي واخا في المغرب فين ما كنعيش نقدر نبدا من تما. وتما عاوتاني مشيت نشارك في سوبر ستار 2004 كانوا قلال المغاربه عاوتاني باش اللي كيمثلوا كانوا غير ثلاثه ولا اربعه. ومن بعد سوبر ستار رجعت تقصيت من قبل من الدومي فينال واحد المرحله قبل من الدومي فينال. الوالد جهزني من المطار لقاني كاعي قال لي مالك اولدي؟ قلت لي صافي ما بقيتش نتا حسيتي بشويه الخشوع كاين واحد شويه الخشوع صافي لا ما بقيتش مع الدراري في بارك. لا 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 لا, لا, لا ماشي هذيك زعما كاين واحد العنصر ماشي عنصريه حتى كيميز واحد شويه كاين واحد شويه. لا ضروري بزاف البرامج ان مغاربه كانوا كيستحقوا دائما مؤخرا ولاو المغاربه علاش كتلعب حتى مواقع التواصل الاجتماعي هما كيلعبوا ماشي مواقع ما كانوش ذاك الوقت. لا دابا دابا على دابا كيشوفوا فين غادا سياسيا حتى الا كانوا البلاد ديالكم الحمد لله مستقر وداكشي المغرب ظاهر في مؤخرا وليت كتشوف المغاربه كيربحوا هذه عندها علاقه حتى بالفوت وداكشي. الا كان شي واحد غير يربح هو من واحد البلاد ما مستقر في الصناعه الموسيقيه ما غاديش يستافدوا منه ماديا ما يستافدوش. دونك ابار الصوت كاينين بزاف ديال المعطيات بزاف فوالا. دونك منين رجعت من تما هزني الواد من المطار قال لي شوف حنا غاديين غادي للدار الله يرحم باك يلاه. كان ديك الساعه الوالد كيسوق الطاكسي شد لا روتريت ولا كيسوق الطاكسي قال لي يلاه ندوزك راه كاين واحد الكاستينغ ديال ستوديو دوزام. قلت لي ما كاين لا ستوديو دوزام لا والو صافي بارك عليا من المشاركات ما بقيتش باغي من المطار غادي للدار غادي من المطار للدار. هو يقول لي الله يتغير دوز مشى حطني شديت الصف دخلت. منين دخلت الكاستينغ ديال ستوديو دوزام اش كيقولوا لي هذوك اللي لا لا انت جيتي داك العام هما راه شايفيني في كاستينغ ستار كيقولوا واقيلا هذا راه جا داك العام وما نجحش وباغي يعاود يشارك. قلت لهم والله ما جيت داك العام انا راه اول مره غنشارك في ستوديو دوزا ما بغاوش يتيقوا لي. ما عليناش دوز الكاستينغ داز كل شيء هو هذاك الحمد لله. ناري النسخه الثانيه راه باقي النسخه في ستوديو دوزا فاش كيبدا ستوديو دوزا كنوقفوا كاملين باش نشوفوا داك الصف طويل كان ديك الساعه البوز ديال بصح صافي تما زعما البدايه الكبيره ديالي هي فاش صوت عليها الجمهور وخديتها في 2005 تما بدا الخدمه الكبيره. بديت كنصاوب لي سينغال قبل من لي سينغال شكون مساليه من بالي شكون اللي كان معاك من النجوم في ديك النسخه اللي كانوا معايا من النجوم ديك النسخه ربحت وقيله ربحت مع جودي منى الركاشي كانت معايا ليلى القوشي ليلى القوشي كانت معايا حليمه العلاوي كانت معايا بزاف 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 ديال الفنانين بحال حنا مازال كنكملوا معاك هذه القصه الواعره بحال دابا كنستخلصوا ان باش توصل راه تقدر تفشل بزاف المرات طبعا, طبعاً. وطريق الوصول طويله ماشي زعما دابا خصك تامن الموهبه ديالك وتقول ان واخا ما ماشي فشلتي لونتوراج اللي معاك اصلا البرنامج اللي كنتي فيه ما نجحش باش تنجح انت ولكن واخا هو يفشل انت كمل لان يمكن تجيبها في شي زعما في 90 غادي تجيبها شي دقيقه من الدقائق ديال كسؤال عام واش في نظرك المسابقات الغنائيه كتنفع الفنان اللي يلاه بادي؟ دابا باش نقول لك المسابقات شحال هذه مع هاد السوشيال ميديا ما كان كانت غير التلفازه كان كلشي في ديورهم كيشوفوا واحد كلشي كيتفرج في واحد يعني ملي كتسالي المسابقه الناس كتبقى عاقله عليك مزيان ولا درتي شي سينجل ونجح كيعطيك اما دابا 36 الف مسابقه ومليار و800 موقع الكتروني يقدر ما يهضرش عليك هذا ويجي واحد
صعيبه دابا حيت كلشي تقدر تفرج في اراب ايدل ديال لبنان وكاين برامج في تونس وكاين برامج هنا وهنا وهنا ما بقاش داك لامباكت ديال النجاح دغيا ولكن خصك تاكد عليه بدي سينجل وبالنجاح يعني دابا مغني صاعد بحال كنصيحه ليه فعاود مي يضيع بزاف الطاقه في مسابقه يقدر يتكونسونطرا على لي سينجل ديالو احسن اكزاكتو دابا ماشي المسابقه هي اللي غديرك تقدر تمشي للمسابقه وتسني شي كونطرا وتصيدك وتبقى مريح دونك امن بصوتك وبالستيل اللي باغي دير يكون مختلف ماشي ما تغنيش بحال شي واحد ولا تبقى تغني في الطرب بوحدو ولا الطرب زوين وكنا كنبغيوه ولكن انا باغي نساعدكش باش تنجح كنجم ومن بعد سوديو جوزام حاتيم غادي يقرر يمشي لمصر بالضبط علاش بغيتي تمشي لمصر بغيت زعما نزيد عاوتاني طماع انا طماع في النجوميه اكبر ولكن تحسبني طماع منين ربحت ستوديو دوزام درت اول سينجل ودرت جوج واحد في اللي ربحت مع مروان الخوري ولا مره واللي موراه مع نبيل الخالدي اللي هذا الشخص هذا دائما كنبغي ناكد على هذا الشخص هو اللي عاوني بزاف في الطريق ديالي الفني تيقول لي شوف راه ما واخا تغني باللبناني ولا المصري راه بلادك محتاجك تغني بالمغربي وداك الوقت في 2005 عطيوني شنو ما كان كانت غير تعاود الموسيقى المغربيه العصريه الله يجزيك كان نعاودوا الحياني نعاودوا شلي كان الثمانينات وكانوا جوج كيدوروا في لسان كنعتز فيهم واحد جوج اللائمة كنذكرهم اللي هو غاني وسعيد مسكر صح غاني وسعيد مسكر هما اللي كانت عندهم باندا وكنتفرج في الناس دي برو كنطلع لسان كاين الجروف كاين الجيتار كاين شي لاخر كامل كنغنيو عبد الحليم وكلشي دونك هادو جوج هادو كنعتز بهم لانهم من الناس اللي بداوا الموسيقى الحديثة في المغرب اللي هما غاني وسعيد مسكر دونك قررت باش مشيتي من وراه قولي لي غير قولي بالضبط جاتني واحد الفرصة أنني نمشي لعالم الفن في عمرو دياب سميرة وكذا وكذا ولكن صعيب لا مشيت شي أحسن حاجة درت هي مشيت وخا صعيب ولكن ديك 3 سنين بحال كنتي مشيتي لشي فرقة ديال تشيلسي وجلستي 3 سنين ما لعبتيش ولكن ملي نراجع من الاحتياط ديال تشيلسي كنت الرجاء وداد لعيبات كيبان لك داخل 100% داك الشيء اللي وقع لي مشيت تعذبت واحد شوية جلست 3 سنين شفت الزوينة والخيبة حقروني ولكن تعلمت الموسيقى والإنتاج الفني وصناعة الأغنية من ناس كبار عمرو مصطفى وليد سعد لي غروند ستار ديال الكتاب والملحنين ما درت والو درت واحد الأغنية ناداني حضنك يا أمي بس باش خرجت وكانت عجبات الناس ولكن ما كافياش أنني زعما رجعت بحاجه واحده اللي رجعتني خايف نرجع للمغرب ما داير والو انا وحاتيم اللي كنت ربحت وما داير والو جاب الله واحد النهار جيت عند واحد السيد جابني على قبل واحد الحفله هذيك الطياره اللي جابتني تلاقيت مع صديق ديالي قال لي عندك كاستينغ الا بغيتي تمثل ما كنفكرش انا في التمثيل قال لي غا اجي يا صاحبي دوز جيت مع داكشي اللي عايشو في مصر ما ساهل تمثيل داكشي اللي عشت معاه صافي شفت عندي الايمان لا مع المعامله ديالهم صافي هما ممثلين مجهدين دخلت طق طق قال لهم المخرج قاوري ديك الساعه قال لهم هذا هو اللي بغيت وعرفتي على فرصه كبيره مع عزيز سعد الله الله يرحمه وخديجه اسد الله يرحمه امين الله يرحمه صافي احسن فرصه في حياتي كانت هي انك تدخل بيوت الناس عاوتاني حيت راه المسلسلات ماشي هما الغنى كان عندك دور هود زوين انك تكون دور هود و30 حلقه بطوله وماشي سهله تاخذ بطوله ديك الساعه كانوا دراري قد في داك الوقت عاوتاني كانت جينيراسيون جايه فيها رفيق بوبكر في عزيز حصا لا هو رفيق يعني بوبكر وعزيز اكبر مني في لاش اكبر من هما هذوك من داك الوقت هما زعما ولكن كانوا في داك الوقت اللي كانت حدايا هي عمر لطفي وانس الباز يلا داروا كازا نيغرا ديك الساعه وحنا كنا ثلاثه هذاك الدور ثلاثه في الكاستينغ في التصاور ديالنا محطوطين واو ربي سهل اختاروني من هذوك الجوج اللي اصلا ناجحين ذاك الوقت في كازا نيغرا صافي هذاك هو اللي قلت للعالم كله ما بقيتش بغا نزيد في مصر حتى نهار صافي حسيتي المنتج قلت لي بليز بقات لي معك 6 شهور وما درنا والو عافاك عطيني هاد 6 شهور خليني نمشي نخدم مسكين ما صافي قال لي انه ما بقيتش ثاني معاه
رجعت للمغرب ديك 30 حلقه داس في رمضان مع جينيريك بنت بلادي وجينيريك ديك الساعه وانا تنفست الصعداء وانا نقول الله لا رجعه زوينه ديك الساعه ما باقيش بغى نخرج من البلاد ديك الساعه كما كيقولوا الناس زمان دار لك الله من الطيق طريق بالضبط بالضبط عسى ان تكرهوا شيئا وخير خير الحمد لله باش تمشي لمصر 3 سنين صعيبه بزاف وما عندكش فلوس باش ترجع تشوف والديك كاع ما كاين والو ما خدام ما ردام عندي صالير ديال الشركه وما كنخدمش تما غير كنتسنى كتبتي اغاني تما كتبتي اغاني ماشي كتبت انا ما كنكتبش ولحن لحنت شي ربعه الاغاني ولكن ما كنامنش براسي ملحن ولا دونك كنت كنتسناك امتى يخرج الالبوم انا سجلت الالبوم مع عالم الفن وصور جوج كليبات يعني هذا الالبوم راه كاين كنتسناه ينزل وهما ما كيأجلوه علاش كيأجلوه كانوا كيتسناو حتى توصل 3 سنين ويقولوا لي الا بغيتي تنزل هذا الالبوم خصني معنا 10 سنين تعاود سنين باش يستافدوا يعني الا الالبوم نزل ونجح صافي مشى حياتي غادي يسالي الكونترا وشكون اللي خاسر هما دونك خصهم يستافدوا مني مده اطول دونك ما غادي تكون انت مع ولاد بلادهم لا انت مع المصريين شوف هذا الخطا راه ماشي ديالهم الخطا ديالي على انني حطوا لي الكونترا وما ديطايتهاش وهذه نصيحه لاي جون باغي يسني شي كونترا راه ما تسنيش كونترا وتجيك تبكي على 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 الناس تقول لهم راني صيدوني ولا لا انت عطاوك الكونترا وشفتيها وسنيتها شنو كان خصك تزيد انا كان خاصني نحدد الوقت اللي غينزل فيه البوم كل عام ما كاينش دونك هما ملي سنيت عليها قالوا اوكي هذا غنديروا له كل شي في 3 سنين ولا بغينا نديروه عليه خصو يزيد من تما انا كننتج راسي كنجمع الفلوس من الحفلات ننتج ديسك نجح ولا ما نجحش والحمد لله كان كينجح وبديت كنكبر بشويه 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 مازال كنقول انا ماشي كبير ولكن خصنا نعطي راسي ولكن براسي. ولكن ما شاء الله اخويا هو زكريا غادي يفصل معاك راه عندك لايتس اخويا الحمد لله يكون تشوفوا حالي يبعدوا واش صرالي واه عليها كيا جيت نحيدو من بالي يا امي انتي زاد هبالي واه علي بيا ولا راح اللي نبغيه وشنو يبقى ليا اللي بغى يحب نوصيه ما يأمل الدنيا ولا اللي قلت حبيبي عمره ما يساني وما يساني وما يساني ودار في اكثر من اللي دار وفي عدياني ممتي حياني بزاف ديال النجاحات حققتها حاتم الحمد لله. انا السؤال الاول ديالي غنقول لك شنو هي الاغنيه من هذا الباركور كامل اللي كتمثل حاتم عمور اللي كتسمعها كتقول هذا انا والصراحه اغاني بزاف بزاف الاغاني هما انا علاش يا ليل بلا عنوان في داك حاتم من الرومانسي قولي لي غير قولي حسبني طماع حسدونا غضب غضب غير سير حسدونا الو فينك انا في الاستوديو الو فينك زعما الو فينك ماشي هي الشخصيه ديال حاتم ولكن كوميرسيال حاتم فيها الو مين الو فينك في بالي بزاف الاول الاول لا ماشي كنقول لا الاول لا الاول كتمثلني لان صنعت راسي براسي ما في التاريخ ديالي الفني اللي هو واحد 19 عام دابا حتى شي واحد ما نتج ليا شي اغنيه كلهم درتهم من راسي بكليباتهم بكل شيء باش الرباح ديالهم ناخذوا انا حتى انا وهذا الشيء منين تصنع من ديك التجربه ديال انني سنيت كونترا وما قريتهاش وما غنعاودش نسني كونترا يقدر يجوني دابا شي عروض ولكن ما يكونوش غيكون عندي محامين يقراوا الكونترا نشوف لي ديتاي ديالي مي داك منين بديت لدابا حتى حاجه ما عمري خدمت مع شي واحد. انت حاتم كيفاش كتختار الاغنيه كتقول هذه هي اللي غنغني كيتعرض اكيد يكونوا كيتعرضوا عليك بزاف كتختار وحده من بزاف انت هذيك هي التجربه اللي اكتسبت من ليجيبت هو انني كندخل استوديوهات بزاف واحد الوقت وليت باغي ندخل الفلوس وكيفاش غندخل الفلوس كيفاش غندخل الفلوس وانا ما عنديش الحق نخدم في لي سواري تما حيت عندهم هما واحد قانون صعيب باش تغني اجنبي يغني في مصر لا في العراسات ولا الكاباري ولا لي سواغي
خص يكون عندك ترخيص من النقابة ديالهم. نقابة وخص تخلص عليه بزاف ديال الفلوس. حيت كنسمع بزاف الفنانين المصريين كيقول لك النقابة وقفاته عندهم سلطة. بالضبط. إلا ما خلصتيش زعما فلوس ديال انك بحال بحال شي ترخيص وغنيتي بلا به يوقفوك مدى الحياه. بحال بحال شي بحال الكور داخل بلا رخص بلا ليسونس بلا ليسونس مشيتي فيها. دونك نرجعوا للسؤال كنت كنهضر على على القضيه ديال كيفاش كتختار انت الاغاني. قلتي عندك كيفاش كنختار انني وليت كنخدم كنصاوب لي ماكيت في مصر. بحال دابا ملحن كيعرف شي يغني كيجلسني كنجي عنده للبيرو. واحد صاحبي هاني اسماعيل اللي كنوجه ليه تحيه هو اللي صوفاني في مصر تيقول لي اجي انت يا صوتك زوين منها تعلمت تغني في استوديو ومنها صوتك كيبيع لي الاغاني. وليت الاغنيه اللي حطها كنسرعها كتباع ليه هو يفرح وليت عايش معاه طاق 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 اللي غنيتها كتباع ليه كتباع لي ماكيت كتصايبو لي ماكيت كنصاوب لي ماكيت وحيت الا صاوبو بصوتو ما غتباعش ثلاث سنين ربع سنين عادي شي واحد شي فنان لا يفهمها. هذيك الحرفه اللي بديت بها في الاول باش كنصاوب لي ماكيت راه عرفتي لي ماكيت ديالي غناهم لي جروند ستار تما غناهم بزاف ديال لي ستار بحال مثلا شي بحال عمرو دياب بحال الجاسمي بحال بزاف بزاف ديال شي وحده من الاغاني الناجحه انت اللي داير الماكيت ديالها. طب واحده واحده ديال الحمائي طب واحده ما بغاش فوالا كاين بزاف كاين بزاف ديال الاغاني نسيت هما دايره شي 15 عام دابا تقريبا. واو صافي تما اكتسبت تجربه ديال استوديو فاش جيت وليت كنشد الاغنيه كنفهمها واش غادي تكون من غادي تسمع عند الناس بطريقه مودرن. وليت كنحط الاداء ديالي اللي هو كان جديد ديك الساعه وبدات الامور كتمشي. هذه القضيه اللي كنت باغي نسولك عليها واحد النقطه اللي كتحسب لك انت حاتم بقيتي متشبت بديك انت مغربيش في الاغاني ملي كتسمع حاتم عمور كتعرف اغنيه مغربيه ما كتميل صوتك لا للخليجي لا للشرقي لا كننطق عندي النطق في الاداء ساهل يقدر الخليجي يسمعني يفهم اش كنقول بالمغربيه ولكن انت مغربيت من نهار بديت الدارجه البيضاء كما نقولوا الدارجه البيضاء سهلت الامور شويه ما بقاش داكشي صعيب ولات كتنتشر الاغنيه بشويه. حسبني طماع مشات مزيان في الخليج حسدونا في تونس انا الاول في يعني بداو الاغاني كينتشروا من الناس اللي ساهموا تقريبا ماشي تقريبا ولكن في العصرانه ديال الاغنيه المغربيه وفي التطوير ديالها. بالضبط بالضبط هادشي ما حيت الستيل ديال غاني والستيل ديال سعيد مسكر مختلف بزاف على الستيل اللي بدا به حاتم عمور. غاني وسعيد مسكر كتحسب ليهم كما قلت لك هما اللي قبل مني في الاداء الجديد كان كيغنيو ستيل راي هذا كنغني ستيل مغربي مغربي جديد. بالضبط مغربي جديد فيه لي زارونجمون كواليتي بحال داكشي ديال المصريين وديال فوالا. اسمح لي يا مريم بغيت نعرف حيت كنت كنتفرج في واحد الكابسولات تاعنا مع الحلو و والله وقال باللي الموسيقى ستيل ديال الخمسينات والستينات والسبعينات كتسمى الموسيقى المغربيه العصريه فهي ما بقاتش اليوم ما بقاتش عصريه وبقيت نعرف ديك بقيت ما دواش على الستيل ديال حاتم عمور ولا الستيل ديال سعد. شنو سميت هذا الستيل شنو كتسميوه ستيل؟ انا نقول لك واحد الحاجه قبل ما ندوز للستيل ديالنا انا غادي ماشي غادي نعقب على شي كلمه ولا شي حاجه قال كل واحد حر يقرينا كيبغى ولكن ستيل اللي كان قديم في الأغنية المغربية هو ستيل مغربي شرقي يعني مني كتسمع راحيلة بحال بحال عبد الحليم مني كتسمع القمر الأحمر داك الشيء راه محمد عبد الوهاب نفس التقاسيم والتوازيع التوزيعات ديال الشرق هنا اللي جينا ولينا كنديروا الموسيقى المغربية العصرية المغربية ماشي الأصلية لا كاين آلات جداد توازيع ماشي كتشبه فيها الريحه ديال الانترناسيونال يعني الانترناسيونال ولكن ما كنساوش الكمانجا والجره والمندير المغربي والتعارج ولكن لي زارونجمون انترناسيونال كتسمع حتى مغربيت مودرن بحال مثال على ذلك غير الديسك ديال خديجه يا خديجه فيه الشعبي فيه الشعبي مودرن شبل عنوان اغنيه غيوانيه ستيل غيوان وانا اللي قلت حبيبي على بجميع كيغني على الانترناسيونال يعني تم غرابيت في العالم فوالا هادشي اللي بغيت نوضح. حنا ما نقولكش حنا كنغنيو الاغنيه المغربيه واخا ني الله بدينا كاين هجوم حيت انا ما كتعجبنيش اسمح لي حنا كنهضروا ماشي حيت دراري اوربان دي جون باش ما يقولوش تجمعوا مع بعضياتهم حنا كما قال هاتم كنحتارموا الرواد ولكن ما كتعجبنيش نسميو هذا الستيل
بالموسيقى الشبابيه. لا انا كيبان لي موسيقى مغربيه العصريه هي السيل ديال لا لا الا الموسيقى الشبابيه مزيانه، ولكن راه الموسيقى المغربيه الشبابيه كما كان بحال دابا انا بالنسبه لي الاغنيه الفري اللي هي مغربيه مع احترامي للرواد هي شقاره هي حسين السلاوي هي ابراهيم العلامي، واخا هو كيدير تا هو الكمانجات موحدين فيهم ستيل شرقي شويه بحال قلتي محمد عبد الوهاب بالطريقه المغربيه مزيان. ما كانش قبل منهم اللي قال لهم هادشي، ولكن دابا في الاول كانوا كيهاجموناش هاد الاغنيه هادي اللي ولات دابا، ما كانش عندنا الحق ندوي. وتا دابا ما كنقولوا حتى شي حاجه، غير بغيت نقول هو بركه ان جيل بين على انه ماشي ديال اغنيه ولا جوج، راه تقريبا 15 سنه ديال العطاء، لا انا لا الزملاء ديالي كاملين اللي كينتجوا من مالهم الخاص، لان شحال هذه كانت الاذاعه هي اللي كتسمع صوتك وما كتخسر حتى ريال، كتجيبك كتغني كتصور لك كليب كدوزك في التلفازه كدوزك في الراديوات، انت كتمشي زيرو درهم محط. هنا الجيل كيختلف كليبات هادشي كله اللي وصلنا ليه من المجهود ديال الجابين ديال وكليبات اللي فيهم بادجت كبير ماشي بادجت كبير. علاش كنديروا بادجت كبير؟ لانه لمسنا النجاح ملي كدير اغنيه وكتنجح كتولي كتخدم في تونس في الجزائري في قطر في السعوديه مفروض عليك انك تزيد تدافع على الاغنيه ديال بلادك وتزيد تبينها في احسن ايماج باش داك الكاشي ديالك يعلى. والحمد لله اليوم لي زارتيست ديال المغرب راه ماشي هو اللي كاشي اللي كانوا دابا، وليت كتسمع ارقام مشرفه ماشي زعما خياليه كنفتخروا نو ماشي زعما كنعيقوا ولا لا لا بالعكس فخر للمغاربه هذه القضيه بالضبط بحال اللعابه ديال المغاربه ديما كنقارن الكره بالموسيقى بصح الكره اليوم من احسن راه حتى السفراء هادو بالضبط هادشي اللي كاين. حتى دابا انا نقول لك واحد القضيه اخويا حاتم، لاحظ غير اللهجه المغربيه ديالنا، اللهجه المغربيه في اليوم ولات كتهضر بها في العراق تهضر بها في لبنان تهضر بها في مصر، واش نرجعوا التسعينات باش نكونوا واقعيين كانوا هما اللي طاغين علينا مسلسلاتهم في التلفاز اغانيهم اغانيهم. دابا اليوم حاجه زوينه كتشوفها في ستوريات، شي واحد غيكذبني يدير ستوريات غيبانوا ليها اللي كتصنت لحاتم عمور اللي كتصنت لدنيا باطمه اللي كتصنت سعد مجرد اللي كتصنت شحال هذيك تيتصنت العمر دياب ولا اصاله اليوم كاين اللي غاديو اللي غاديو اللي غاديو اللي غاديو قبل يلاه باش يبداو كاملين ما كنتيش كنتي كنهضر على الراديو كنهضر على كل شيء الانترنت وكل شيء على الراديو كنا كنسمع غير ما يصر لبنان الغربي دابا تبارك الله قاعد يعني الراديو اللي كاين في المغرب كل شيء كتمنى تسمع اغنيه مصريه بزاف. احنا اذاعه ام اف ام بحكم ان كما كتقول اذاعه العائله المغربيه فما كنظنش في البرمجه عندنا اغاني شرقيه ولا عندنا الاغاني المغربيه كتسمع حاتيم كتسمع المنتجات الكبيره اللي كيجتهدوا فيها الجون وعندنا دي سوكسي وعندنا بزاف الحوايج اللي كنفتخروا اليوم كتمشي للمسارح العربيه كيغنيو معك اغنيه مغربيه حسبني طمع فيها الطعارج نادر وما كيغنيو هذا راه شيء يعني هذه الحاجه خاص الرواد يفتخروا بها خاص الناس اللي قبل شوف كلمة حق خصهم يفتخروا بالدراري اللي كيديروا الموسيقى الشبابيه الدراري اللي كيديروا الراب هما مفتخرين انا متاكد بمشي. انهم مفتخرين ولكن انا كنقول ان ما عمر شي واحد من الرواد ما سالينا صراحه يعني عبد الوهاب الدكالي عبد الهادي بالخياط نعيمة سميح الحمد لله الناس اللي عطاو الشيء الكثير الاغنيه المغربيه عمرهم ما شي واحد تكلم على شي جان لانهم يعرفون قيمه داكشي اللي داروه هما باش وصلتوا كملتوا بالضبط باش هما كملتوا. قلتي واحد القضيه مهمه وحنا ديما كنديروا في الاعتبار ان راه شي واحد كتهمو هاد الحلقة فنيا، قلتي أن الفنان خصو يكون عنده شي حاجة كتميزو ما يحاولش يقلد فنانين أخرين في طريقة فكيفاش يقدر يعرفها؟ اليوم يقدر شي واحد شي بنت ولا ولد كيتفرج وباغي وكيغني كيفاش يقدر يغني هو كيفاش يقدر يعرف راسو هو؟ حيت قبل ما نبداو الحلقة كانت سولتني مريم بغات دير سينجل قالت لي وكيفاش غنعرف اغنيه واش قلت لها علاش ما تخسريش فيها الفلوس وقالت لي احسن استوديو فين كاين مزيان تسول على هذا الشيء ولكن قبل نشوف لا ماكيت بحال دابا لحن عجبني نمشي نجرب فيه صوتي الى داك الاغنيه وصوتي جاو كيشبهوا لشي واحد نبدل الاغنيه ونبدل طريقه الاداء تلقى راسي تصحابي يقولوا لي دابا هذا الستيل ديالك واعرجه
تما عرفي ديك الاغنيه راه غتنجح لانك جربتي وجربتي وجربتي ما خسرتيش فلوسك فيها وتسنيتي الناس واش غيتعجبهم ولا لا. ديك هذيك هي التجربه اللي قلت لك خديت هذه 3 سنين وانا كنجرب كتجيت وليت عارف اش كندير. دونك هذا هو كتقدر دير الوقت طويل. لا 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 زعما المجهود كبير ماشي الوقت مجهود كبير. الا بغيتي دير مجهود صغير تقدر 10 سنين ما تلقاش راسك. درتي مجهود كبير تقدر في شهر تلقى راسك. داكو واخا هذه النصيحه في ستيل اللي غيميزك كمغني في ستيل اللي غيميزك كفنان في ستيل ديالك. حاتي معمر ميز في اللوك ديالو. واش كتخدم مع مصممين ولا انت من ولد الحي خرجتي ديك الطاط ديالك؟ انا ماشي على ولد الحي. لا لا كاين عاوتاني ما نامنوش براسنا بوحدنا ونقول احنا اللي كاينين. لا خصك دير لي ريشيرش تشوف شنو هذا كيدير شنو هذا كيدير وتصنع انت من داكشي اللي شفتي اللي تشبعتي به تصنع ستيل. حتى في الموسيقى راني سمعت ملي كنت صغير بزاف الالوان من نعيمه سامي حتى السنباطي حتى وديع الصافي حتى الفيروز. ولكن ملي كنجي نادي كنقول اوه هاد الطريقه هي اللي كنعرف ندير اصلا. ما انا في الاول بديت كنغني جورج واسوف جورج وائل جسار وجورج كنغني تيقول لي هو هذاك اللي قال لي عاتق بالشجر الله يذكره بخير. صدق كبير تحيه للسي عاتق بالشجر وكنوجه لي تحيه كبيره سي عاتق بالشجر. هو اول واحد شد لي من يدي وقال لي بعد من جورج واسوف ما تعاودش تغني بهالو راه ما غدير والو في حياتك. صافي تما مشيت حفظت اغنيه ديال النجاة الصغيره ما عنديش علاقه بها. هي كتغني مرا انا كنحفظ ليها راجل وانا نغني بطريقه اللي ما كايناش ما تقدرش تقلد مرا. دونك لقيت راسي تما كملت. دونك نبقاو دابا في ستيل ديال اللوك. دونك انت كتمشي لا مود كتشوف طوندونس شنو طاير كتشوف صافي الانترنت دابا العالم كله كتشوفو بالي. حيت ملي كنتي بديتي حاتم سمح لي كانوا بزاف ديال الناس كيتهموك تيقول لك راه حاتم عمور تينقل من بزاف ديال لي ستار. الوغ حاتم عمور بدا ليبوك دار بزاف ديال الحوايج ربما الناس ما شافوهمش. بالضبط انا كان دي جون باقيين جداد واقيلا نهار قبيله بقيت غادي في انستغرام وصلت 2015 تقدروا والله تدخلوا تلقاو انستغرام بدا الغد لي حاتم عمور عندو خوت. انا اول اغنيه خرجت لي هي ولا مره راه ما كانش يوتيوب بقيت كتسنى يوتيوب حتى عاد حطيتها فيه. لاحظت بزاف ديال يلاه حطيتها والله بصح ما كانش. لا عندها الحق في هذه الحاجه. شوف الى 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 تبعنا لي كومونتير غتوقف غتسد غتشد تقول لا لا هبط الريده بارك عليا انا. ولكن الحمد لله داك الشيء اللي تعلمت هو ان اللي بغى يقول شي حاجه شحال واحد كيقول لي والله راه انت قبل خصك تقولها. قلت لي شوف خلي الاعمال والتاريخ والريبرتوار حتى ندوز واحد 20 عام عاد نقدر نهضر على هذا الشيء. اما تبقى تهضر كل نهار على كومونتير ما غدير والو. اللي بغيت نقوله شحال واحد فعلا قال لي كتقلد درتي لي ماش درتي لي ستوديو دوزام ستوديو دوزام راه عقل كنشعرتي لهنا لي ماش السراون مقطعين درت كل شيء درت لا كوريغرافي في كاسينغ ستار درنا لا كوريغرافي يعني في 2003 ديك الساعه زياش باقي ما تزاد الزيري باقي ما كيفكرش يلعب واش يلعب ولا ما يلعبش. جواد الزيري باقي ما اختارش واش المغرب ولا فرنسا فوالا. ولكن هذا الشيء كامل انا كنفتخر به والجمهور بالكريتيك ديالو بشحال من حاجه تعلمتها من لي كومونتير زعما باش نتفاداها وربي جاب الله فيك. شنو الستيل اللي كترتاح فيه في اللوك ديالك؟ عوده الى اللوك. انا على حسب يعني السبور كنعز عليا نلبس دي سيرفيت في الصباح وداك الشيء. ولكن في الخدمه كنكون مرتاح في لا كلاس يعني ماشي قامي ماشي كرافاطه ماشي ولكن كلاس سبور يعني يقدر جين فيست. دونك ستيل ديال الخدمه ماشي هو الستيل اللي يوميا نهائيا يعني هذا كنكون عرفتي تجي عندي للدار تلقاني مبهدل ما كنديهاش في راسي في الدار حتى كنبغي نقرر نخرج عاد ديك الساعه كنطلع ونشوف شنو خصني نلبس ونخرج. فهذا الشيء لي ديتاي اللي خص حتى الفنان يكون ذكي ويفهمهم ماشي اللي بغى يتصحوا في شي حاجه يقول لي ما كتعرف حتى شكون انت ولا ما كاينش الغرور ما خصكش تكون مغرور كاع ديما لحد الان اللي قال لي شي حاجه كنشوفها مفيده كناخذها. خويا حاتم انا ما يمكنش نفوت الفرصه ما نعتذرش لك نيابه على الصديق ديالي اللي ما حاضرش على داك الشيء ديال المنتخب. مال حاتم والمنتخب اخويا تخبيتي تخلي انا لا ولكن دابا خصو يجي مزيان هذا وراه معنا واحد بلا ما نذكر اسماء معنا اللي صور داك الشيء. لا دونك لا ولكن زكريا اعتذر السيد. لا لا خويا هو صور مسكين هو غا صور زكريا غا صور
بالعكس انا ما عجبنيش الحال. علاش؟ لان ولد بلادك ياك مشيتي لواحد البلاد اخرى كتضحك على ولد بلادك مع ناس اخرين. يمكن الا كانت في المغرب ماشي مشكل، ولكن مشيتي كتقلب على على البوز باش تضحك على ولد بلادك، فهذا جاني شويه. وكنت كنتمنى فاش مشيت من النهار الاول حتى النهار الاخر فاش جينا حنا الرابعين في العالم كنت كنتمنى نفس الشخص يقول وفاء الخير وكذا كون دارها في قطر ما دارهاش. هذا دليل على انه هذه هي الطريقه ديال اللي خصو يعتذر بها، هو انني من الماتش الاول ولا مع المنتخب في الاوتيل في التيران جلست شهر. واش عارف القيمه الماديه ديال الشهر في قطر؟ راه مكلفه ديال ابارتمون خسرات في قطر، ولكن خسرتي من جيبك على التوضيح، حيت درتي واحد ستاتي على سي فوزي القجاع ولي كومونتير فاش بداو كيدوروا كيسحبوا ان انا حيت عارف كواليس كيسحبوا حاتم عمور غادي على ظهر الجميع. لا لا لا. وانا هضرت مع شي جوج صحابي ولكن اللي كثر عليا الضغط اقسم بالله العلي العظيم الى عمري ما تلاقيت مع سي فوزي القجاع مباشره. ما عمري شفته زعما فاصفاص عمري ما تلاقيت به. وانا يا مغربي وكان غير على الكره المغربيه حيت لعبت في الوداد، لعبت في الاولمبيك ومازال كنوعد الجمهور شي نهار ان شاء الله يكون شي ماتش ما بين دابا الفنانه او لا نقدر شي نهار تحلي الفرصه نلعب الكره والناس كتفرج مباشره في التلفزيون غادي تكتشفوا حاتم عمر علاش هو كتجي النفس على كره بزاف. لانني ملي كنكون كنتفرج كنبغي ندخل للتيران كنبغي كان انا بحالك مريض بالكره مريض بالكره واي حاجه انا كنوجه زعما نداء يعني كيقولوا انني كنمشي على ظهر الجامعه ما كاينش هادشي نهائيا. فلوسي من جيبي كنخسرهم، والدليل انا ديت الوالد ديالي معايا، ديت الوليدات، ديت المدام، واش هادشي كامل غادي يصرفوا عليه؟ ما يمكنش. فانا كنقول انا مغربي وكنموت على المغرب، واي بلاصه فيها المغرب غيلعب الا قدرت غادي نكون حاضر. وكنت كنتمنى حيت داكشي اللي داز اثر فيا انني غنيت فيفا مروكو في 2018 الحمد لله فرحوا بها الناس وغنوا معايا المنتخب الوطني وما تاهلناش ديك الساعه 20 عام وما تاهلناش 20 عام ما تاهلناش كاس العالم كانت فرحه المغاربه كلهم فرحه الله يغنيه الله يعرف يدير شي حاجه راه يدير. وف دابا في قطر حاتم عاوتاني كان في كاع الماتشات وكانوا غيديو كاس العالم وتا واحد ما قالوا حقيقه راه كان هادي ما تقالش يعني حنا كنقولوا غير الخيبه هادشي اللي ضرني هو هذا هو الكونسيبت واقيلا ديال لي باج وداكشي في التنمر ياك ما كيقولش لك برافو لا ما كيقولش برافو اصلا هذيك الحاجه اللي كيقولوا على الناس هادي ما كنوجهش على لي باج لا لا ماشي داك السيد ماشي صفحه داك السيد شخص شوف زعما باش حتى انا بيل كنعرفو قدام ام اف ام راديو ديال 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 المغاربه ومسؤول على اي كلمه كيقول ماشي موقع مدرج وجههم مورا التصويره لا وكيشوف بصح لا بيل كنعرفو راه ما قصدتش انه نبيل ضحك نبيل عز عليه الضحك نبيل كنعرفو مزيان وكنتفرج فيه وكيعجبني الحال كيفاش كيمشي ودير ميكرو تروتوار ولكن تشد ولد بلادك تضحك به برا لا نبيل انا نفس بس سولته ولكن هاشم عطاني الكواليس قال لي اش قال لينا لا بقيتوا عاقلين فاش قلنا ليه علاش قال لك واه حاتم عمور راه معروف في الكاميرا حاتم وقول لي تسمى المعروف راه هو مسع عندك الكاميرا هذاك باين مفبرك هذاك الفيديو قال لي شوف هذا السيد هذا غادي نقول لك اه بيان سيغ صافي صوبوا فيديو برافو ولكن كون غصوبتي مع شي ولد الدرب السلطان ولا ولد ما عندي سبا كراف ولا كون عاود كاميرا لي عاودها معك مع عاودها في قطر بصح القضيه تاع التنمر والمنتخبات من غير حاتم كاين واحد السيد انا والله زعما دعوه دابا اليوم رسميه للسيد الظلمي داك المشجع اللي كيشجع المنتخب تاهم عليه والو هو كان في كوب دي موندو علاش ما قالوا لي ما قالوا لي والو ما هزوا ما هزوا فوق كتافهم ما قالوا انا كنشوف انا حرام كانوا خصهم يجيو يعنقوا ويعطيو شي تروفي السيد عرفتي امتى هو كيتبع المنتخب قبل ما تاسس الجامعه فوالا هذاك والله حتى خاصو تكريم هذاك السيد خاصو تكريم شو شحال هو كان عنده الامل على اننا نديرو شي حاجه نشوف شي حاجه بحال هادشي اللي شفناه في 2022 كنت في فرنسا كنت ديت كاس العالم وهذه راه معجزه
فوالا بغيت نقول بنابيل على باليا نبيل تمرا بعد منه لا حاتم عمور اللي بغى زعما يغضب يغضب غير يصير فهمتي كتبقى كبير عندنا والله يعطيك الخير وتحيه زعما للجماهير الرياضيه لك فهمتي كنظن غير ضحك ولكن حاتم عمور كيبقى كبير دراري تهلال حاتم عمور ونسدو الصون عرفتي شنو نسدو الصون واخا رمضان بثلاثه التراكات ديال حاتم عمور فهمتي ضد في نبيل لما عجبك الحال زاب فيه غادي ضد في البيم دي نبيل وضد في البيم دي ثلاثه التراكات خلصوا لي اخويا حاتم وراجعين نسدو الصون بالتشالنج القديك مع حاتم عمور واش يبقى لي الى راح الغالي ما يحس بيا غير اللي حالو من حالي حتى الدمعه ما قدرت واسيني شكون في حالك في الدنيا يبغيني واش يبقى لي الى راح الغالي ما يحس بيا غير اللي حالو من حالي حتى الدمعه ما قدرت واسيني شكون في حالك في الدنيا يبغيني مازال نشدي معكم الصون على اذاعه ام اف ام مع الفنان العالمي ديالنا حاتم عمور لا 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 ما تقولش لي حاجه تلاقيتي مع انريكي غرانسيس انا كيعجبني يا صاحبي وكنتي اول فنان عربي خدم معاه اول واحد خدم معاه وتقول لي ماشي عالمي لا ولكن ماشي غير تغنيتي مع انريكي متواضع حاتم عمور لا لا شوف والله العظيم الى 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 انا كنبل بزاف ديال الناس بعد خطرات كيتهموني انني ما كان جمال شدك شو كيبقاو يكتبوا في لي كومونتير لا انت ما كتحملش هذا نو 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 انا حقيقي ديال بصح ما عالميش انا فنان مغربي عربي لان الاغاني ديالي انتشروا في العالم العربي وكنغنيهم وكنمشي نسافر بزاف الحفلات كيعيطوا لي حيت ما كنغنيش عبد الحليم لا كنغني حاتم عمور للناس وكيعجبهم الحال دونك انا فنان مغربي عربي انا عالمي سيدي اي فنان مغربي معروف ترجو عالمي حنايا المغرب بلاد العالمي واش حنا الرابعين في المونديال وباقي نتواضعوا اي ولكن واخا هكاك حنا تواضعت لي اخويا منتخب ماشي عالمي طوب ديال عالمي ايوا صراحه صافي انا ماشي فنان عالمي تواضع صافي متواضع ما تديوش عليا راه متواضع لا 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 الناس اللي كيشوفونا انا فنان ماشي عالمي نهار نولي عالمي نقولها لكم تيقوني ان صافي حاتم بغيت من غير حاتم الفنان بغيتك تهضر لي شويه على حاتم الاب حنين حنين بزاف مع ولادي الوقت اللي كنقدر نكون معاهم كنعلمهم بزاف الحوايج اللي كنعرف ندير بيان سور الام هي كل شيء في حياه الاولاد ولكن تعلموا مني شحال من حاجه غيتا كتعزف بيانو كتغني كترسم تبارك الله مزيان محمد حتى هو والله ولا تعزز عليه الكره بزز باش قنعته بالكره ومديته معايا لقطر عرف شنا هي التام غرابيت وشنا هو الحب ديال الكورة ولا كيحماق على الكورة دابا فوق أي لحظة كيقول يا بابا عافاك بغيت نخرج نلعب الكورة قيدني هنا دونك هادشي مزيان حاتم أب عادي كتعطيهم الوقت كنعطيهم الوقت كامل اللي كنعطيهم حيت كيكونوا معايا في الدار ما كيخرجوش بزاف ولا كانت بدات الموسم ديال الحفلات والسفر وداكشي ما كنبقاش نشوفهم بزاف الأم ديالهم هي اللي كترعاهم ودونك هذا هو حاتم الاب ما كيديروش ديك القضيه فاش كتكون معاهم في الدار فهمتي واخا مع ماماهم كيقول لك لا بابا اللي طيب لينا هذه ولا يصيب جربوها ولكن ما كنعرفش نطيب لا ما ندماتهم لا ما كنعرفش الصراحه ندوزو للتشالنج لا لا تما كتهدوش على حاتم الاب بغيتي تبقى ندوز للتشالنج ندوي على حاتم الام لا ندوي حنا على حاتم الزوج اخويا حيت بان صحابنا بزاف كيتزوجوا وسمره مزيه بات شياب العياشي الدراري كلشي بغينا اخويا نصائح للازواج المقبلين لا شوف احسن النصائح هو شوف الزواج واحد الحاجه ماشي غير غنتزوج زعما راه نو 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 الزواج واحد نصف الدين يعني واحد الحاجه هي كتزيد في الرزق بحال دابا هذه حقيقه فاش كنا صغار كيقولنا راه غيتزاد عندك شي وليد راه برزقه كنا فاللي كنا صغار كنقولوا والله بصح راه الاولاد برزقهم ربي كيبدا يصيفط لك شي حوايج ديال رسائل ما عمرك كان غيوصلوك الا ما كنتيش تزوجتي ولدتي دونك الزواج واحد المسؤوليه واحد الحاجه كتحميك نتايا من بزاف د الحوايج ما كنتيش عارفهم غادي يضروك ولكن الزواج كيخليك محصن الوليدات حتى هما كيحيدوا عليك بزاف ديال
شحال واحد كيبغي يضرك ولا كيشوف عندك الوليدات كيقول بصح مولا وليدات. هذه قضيه مهمه خصكم تعرفوها، ان الزواج مهم جدا في حياتك وكيعطيك الاستقرار اللي كيعاونك فنيا. بالضبط. على حسب المراه، ياك تقدرش تزوج بشي وحده الاستقرار وكلشي مشى الاستقرار هذه فوالا. دونك ديك الرابح من المراه والخاسره من المراه، هذه حقيقه. المراه هي الا كانت زعما ما مسؤولاش وما مسوقاش وغتخسر الفلوس وغتضيع لك رزق، ما غتكملوش ولا غتضيع لك حياتك. ولكن المراه الصالحه واللي كتفهم بنت الوقت وكتخاف عليك هي اللي تقدر تختار. حاتم اسمح ليا، دير زكريا قدور بحال خوك صافي، ديرو بحال مرتك. لا لا لا. غادي تنصو بانه كيفاش يختار الزوجه اللي غادي تعاونو تخليه. هو اللي خصو يختار، ماشي انا، راه هو بعد التجربه، ماشي غادي بانت لي عجباتو باغي يتزوج بها. خصك زعما تامن ان تمشي معك في الطريق قبل ما تزوجوا وتشوف شنو لي كاليتي ديالها، واش صباره، واش الناس، واش كذا، واش كتراعي الامور الماديه والمعنويه. ولكن انت سقره تلاقي يدك معاها شويه صافي. شوف تشالنج اخويا، تشالنج لقات ديكس. فهاد تشالنج الدراري غيعطوك كلمه خصك تلقاها في اغنيه. نورمالمون كيكون كلمه وحده نجبد منها ديسك. والعكس صحيح، نورمالمون كيكونوا فروق. ولكن انت تبارك الله راه بوحدك اوركسترا اخويا. عرفتي تنفكر كي غنديروا لا تلقى ديكس ومع والله على بالي الكلمه صعيبه. حنا مال فين كنربحوا؟ ما انا اللي قلت حبيبي اجبل عرفها ولا ها الريبرتوار قديم عارفه غاني وسيد بوسكر. واخا باش شكون نبداو؟ نبداو هاتيم، عطاهم كلمه يلقاو. مالي 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 اش زرالي يا غالي. اقول انتم مش معاني سهلتيهم. بغينا نبدا بيسنات، هذه بيسنات بيسنات 1-0 عندهم. سيري استاذه تفضلي. يعوض الله يعوض علينا، الله يعوض علينا. الله 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 الله. واحد لواحد. اش غنقولوا زكريا؟ واحد لواحد. باقي ربعات المحاولات. الناس ناس غريب، الناس غريب، الدنيا دي اعز الناس بيتغير عليا. الله عليك، الله الله. سير زوج لواحد. صادين صادين. هذا صعيب، نقاش في لا لا با فريمون عرفته. لا 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 صادين. شناهي؟ لا هذه مصديه هذه الكلمة. صادين البحر. ثلاثة وزارة الصفر. كاينة كاينة. اوكي زوج لواحد، المحاولة الثالثة، أنتم رابحين. حاجتي. عرف عروبي. وحاجتي فقريني. أبوك ولا أبوني. ويدوم حلا سيدي. لا لا خاسر خاسر. سير سير. انت باغي تحن عليهم؟ لا لا لا، كنقلب على شي كلمه ما لقيتش. خذ الوسط يلا قول. ليليا ليليا. هذه زبده دار اشهار. تقدر تغني ديال الاشهار؟ ما عندهمش بيجي، ما كيديروش اشهار. لا لا ما عرفتهاش. تونسي. فين اللي جمعوا عليك هالنيه؟ وفين كاينه هذه الكلمه اللي قلتي؟ يا الصينيه. هو ما قلتش فين حياتي؟ فين حومتي وليلي يا كاينة؟ يا الصينية. برافو برافو، عرفتي لاز قلتي ربحوا دابا هذه اخر. لاز قلتي 3-1، لاز قلتي نلقاو الكلمة ربحوك. حسرة. يا حسرة صغري وين زمان؟ اغنية ديالو حسرة. نلقاو اغنية واحد نغنيو ديالو. صافي سالات 15 دقيقة، سالات 15 ثانية. قصامة شات. قلت الأغنية ولكن شناهي شناهي الأغنية؟ أنا قلت يا حسرة عليك صغري وين زمان وين وكري. ديال بلاد ديسك ديال بلال. صافي تا ضرب شام. ولكن كاين ديال الحاج، أين هي ديال الحاج؟ يا حسرة علينا يا حسرة، كنا حبايب واش نزرى حسدونا. هما متبرسين في هذا الموضوع. حاتم عمور يا حاتم، شكرا بزاف. انا اللي كنقول لكم شكرا. لا حنا اللي كنقول لك شكرا، فهمتي؟ وسمح لينا على اي حاجه دار شي حد معنا، حنا راه كنبغيوك وحق الله. سا سوفوا والله الا باينه فيكم كتبغيوني. الله يحفظك وشكرا لكم على هذا البرنامج الواعر واللي بحال ما حسيتش انا كاع كاين ميكرو ولا كاميرا.
الله يكبرك. شكرا لكم على الاسئله، وانا بالعكس قلت شي حوايج عمري ما قلتهم. الله يحفظك حياتي، وكنتمنى ان شاء الله رمضان مبارك سعيد لكل الناس اللي كيشوفونا بالصحه والسلامه، ويخرجوا ان شاء الله من هذا الشهر بالغفران وبالصحه الجيده وبالرزق، وكل شيء يكون بخير ان شاء الله. ان شاء الله ورا رمضان نتسناو شي سينجل جديد من مورا هي. من مورا هي كاين واحد ديو ان شاء الله باذن الله انا وديستانك اللي كيغني ديك قلبي هز هلمه، اغنيه رائعه جدا، ستيل جديد مختلف، نتسناوها ان شاء الله ماشي مورا العيد ولكن يعني واحد 20 يوم مورا العيد ان شاء الله تخرج. نتسناو اخويا، نتسناو. برافو حاتم، برافو اخويا، شكرا زكريا، شكرا هشام، شكرا مريم، شكرا لاي واحد كيعاوننا باش نديروا هذه الحلقات ديال السون، وشكرا لكم انتم، وكنقولوا لكم في كل جمعه بقاو شادين معنا السون.